كنا قد وقفنا على بداية إحدى الروايات من كتاب كامل الزيارات للشيخ جعفر بن قولويه رضوان الله عليه، في الباب السادس والأربعين: ثواب ما للرجل في نفقته إلى زيارة الإمام الحسين. بالسند المذكور قال معاذ عن أبان، يعني أبان ابن تغلب أعلى الله مقامه، سمعته يقول: قال أبو عبد الله: من أتى قبر أبي عبد الله فقد وصل رسول الله صلى الله عليه وآله، ووصلنا، وحرمت غيبته، وحرم لحمه على النار. طبعا هذا كل ذلك بشرطها وشروطها، يعني يكون زائرا عارفا بحق أبي عبد الله، متأدبا بآداب الزيارة. أما بالنسبة إلى الإنفاق، قال: أعطاه الله بكل درهم أنفقه 10,000 مدينة له في كتاب محفوظ. 10,000 مدينة له في كتاب محفوظ، هذا طبعا الإشارة أنه في كتاب محفوظ. في بعض الأحيان قد يوعد المؤمن بثواب، ولكنه لسوء عمله قد يرتفع عنه الثواب. هنا كأنه في ذلك إشارة إلى أنه الثواب محفوظ له في كتاب محفوظ، والله العالم. ثم في الفقرة الأخرى قال: وكان الله له من وراء حوائجه. مو فلان وفلان، الله سبحانه وتعالى له من وراء حوائجه، وحفظ في كل ما خلف، ولم يسأل الله شيئا إلا أعطاه وأجابه فيه. نعم، إما أن يعجله له يعجله، وإما أن يؤخره له. وهذا اللي يؤجل له إما في سنين بعد ذلك أو في الآخرة. حديث آخر في هذا المجال بالسند عن الأصم عن ابن سنان: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: جعلت فداك، إن أباك كان يقول في الحج يحسب له بكل درهم أنفقه 1,000 درهم، 1,000 ضعف، هذا الحد الأدنى يعني لمن ينفق في الحج. هنا السائل يقول للإمام عليه السلام: فما لمن ينفق في المسير إلى أبيك الحسين؟ فقال: يا ابن سنان، يحسب له بالدرهم 1,000 و1,000 حتى عد 10، يعني 10,000 ضعف يحسب بعد، ويرفع له من الدرجات مثلها، الدرجات في الجنان. لكن أكو شيء أهم من هذا، أشار له الإمام عليه السلام بقوله: ورضى الله خير له، ودعاء أمير المؤمنين والأئمة خير له. دعاء أمير المؤمنين ودعاء الأئمة عليهم السلام، ودعاء الأئمة عليهم السلام مقطوع الاستجابة، بأي شيء يدعون هذا متروك لهم.